أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم. منظومة التعليم في أي دولة بتتكون من العديد من الأركان الأساسية اللي بتساهم في نجاح هذه المنظومة، ولكل منها دور أساسي. هذا الدور بيبقى مكمل للدور للآخر، مكمل للدور الآخر، ومع دخول تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم بقوة في العصر الحالي، ليس في مجال التعليم فقط ولكن في كافة المجالات، كان أصبح هناك أدوار جديدة ورؤية مختلفة لكل ركن من أركان المنظومة التعليمية والمتمثلة سواء في الدولة أو المعلم أو خبراء التعليم أو الأسرة أو الطالب في حد ذاته. في حلقة اليوم هنلقي الضوء على دور كل عضو من أعضاء المنظومة التعليمية في ظل التحول الرقمي اللي بيشهده العالم كله، مع ضيفنا في حلقة اليوم الدكتور عماد الشرقاوي، أستاذ تكنولوجيا المعلومات ومدير مركز التعليم الإلكتروني وعضو اللجنة الاستشارية الرئاسية لتطوير التعليم. أهلا بك يا دكتور عماد. أهلا حضرتك. يعني التعليم الرقمي والتعليم الإلكتروني، هل في فرق بينهم؟ شوف حضرتك، التعريفات حتى في الكتب كتيرة. أنا كل اللي يهمنا ده بيعمل بالنسبة لنا يسوي إيه، وإحنا كدولة بنشتغل عليه إزاي، ومدى الاستفادة بتاع الناس، يعني الفيدباك دايما اللي هي أنا بعمل أسسمنت دايما، أنا ماشي صح ولا لا، أنا قيم ولا لا. الرقمنة والتعليم الإلكتروني كلها مصطلحات في الآخر بتأدي إلى الآتي. التعليم بتاعنا دخلنا فيه الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والإنترنت وبرامج تساعد الناس وتعرف تتبادل المعلومات مع بعض. يبقى ده سواء هنسميها الرقمنة أو هنسميها الإلكتروني، لكن الفرق عندي هنا هي المستويات اللي أنا بستخدمها في التكنولوجيا. يعني في مدارس حتى الآن ربما يبقى عنده البورد والصبورة ويبدأ يشرح للولاد بالطريقة بتاع زمان، ويبقى من داخله من جوه هو حاسس إن ده الأحسن وده اللي تربينا عليه، وعنده معتقدات مش عاوز يغيرها، عاوز يضرب الطالب عشان يسمع الكلام، عاوز هو اللي يتكلم. فده مدرس ما عادش ينفع في الظروف اللي احنا فيها، لان هو حارم نفسه من موارد كتير. ده المثال التقليدي، الولاد يبدأ يهربوا منه وما يحضروش، الفصل الفاضي والكلام ده. وعندي فصل تاني نموذجي اللي احنا دايما بنقول حصة نموذجية، انه المعلم بيدخل الفصل سواء فصل تقليدي يعني داخل مدرسة، او سواء هنتكلم دلوقتي عن الافتراضي اللي كل طالب في بيته والمعلم قاعد في بيته او في المدرسه وبيديهم الحصه. يبدا يصبح عليهم مقدمه الاجتماعيه المطلوبه. يبدا يفرجهم الاول على مقطع فيديو يديهم فكره عن الموضوع، وبعدين يبدا يعمل انشطه على حسب الدرس، جايز يحط الماده العلميه الاول او جايز يعمل برزنتيشن. وبيبقى في سبوره كده مشتركه، السبورة دي ممكن الطلبة كلها تكتب عليها حتى من موبايلاتها أو التابلت. فهو يكتب وهم يكتبوا وكل شايف شاشة كبيرة ويتفاعلوا مع بعض، وحد عنده فكرة والمعلم برضو بيعرف يسيطر على الحكاية دي، يقفل على مين ويفتح على مين، ومش كده وبس، ويبدأ يقدر معلم آخر من مكان آخر يشارك في الحصة. فده نموذج أكتر من عنصر ممكن يشارك في المنصة الواحدة. وده مش موجود قوي دلوقتي. يعني برضو احنا عاوزين نوصل زي اللي معمول دلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة، النموذج الجديد إن شاء الله نموذج كويس اللي هي المدينة الرقمية. إنه المدرسة يبقى فيها التكنولوجيا، الناس تتعلم وهي فرحانة وتتدرب على كل شيء وتشوف المصانع وهي قاعدة، ومش كده وبس، والمدرسه متوصله بوزاره الصحه بالمستشفيات ومتوصله بالمطافي وكل المعلومات لوحدها اللي تخدم الطلبه دول، يلاقي كل الهيئات بتخدم عليها. اذا نقدر نقول ان في توجهات حديثه في مجال التعليم بشكل عام. بصي، هو في رؤيه طموحه وخطه طموحه من الدوله من الدوله بخصوص تحسين التعليم. وده انا بقوله من قرب يعني مش من بعد. احنا عندنا شوية مشاكل برضو ما اكذبش عليكي، احنا حتى الان
مش عارفين نتصدى للسوشيال ميديا، لان في دول كتير مش حابه ان احنا نطلع. مش عارفين نتصدى للاشاعات، مش عارفين نتصدى يعني الناس عماله تهدم في كل واوا، فبياخد الناس لمنطقه تانية، منطقه الاعتراض. مش عاوز يعني، لازم يفهم انه تحسين التعليم وتطبيق التكنولوجيا ما بيحتاجش سنتين ولا ثلاثة، بيحتاج وقت اكبر، فهو بيشوشر علينا كتير. وده حلها ان احنا انا اللي بقول لك، ومجرب، عندي ولاد في الاعدادي وفي الثانوي وفي الجامعه يقدروا يعملوا برامج نافعه لزمايلهم، علشان ما يودوش زمايلهم للمناطق اللي فيها كلها تخريب واشاعات. يعني انت معايا اقصد ايه؟ فاحنا عندنا دلوقتي مشكله انه ممكن واحد مسؤول يطلع على الميديا ويتكلم من وجهه نظره ان احنا مش عارفين نطور التعليم مثلا، وناس تصدق وهو بيقول مجرد وجهه نظر. فانا محتاجين الشعب كله، الناس كلها تلتف حوالين الرؤيه، وتبقى الرؤيه واضحه بتاع الدوله. ومفيش حد بيعمل كده، انا مش يعني انا بنقد وبقول اللي انا عايز انقده النقد البناء، لكن مفيش دوله بتقدم كل الامكانيات دي. والتسريب ده عامل كميه ميه كبيره داخله، وفي تسريب، التسريب ده احنا كافراد احنا مسؤولين عنه. انا ما كنت عندي ابني عنده تابلت، معاه تابلت، لازم انا ابقى ليا دور في البيت اراقبه واخليه يستفيد بيه. عندي انا اداره مدرسيه، لازم المعلم يلتزم انه يستخدم الكلام ده. الحكايه دي انا عايز اقول لك، بس احنا في السبعينات والستينات كان عندنا حاجه لطيفه قوي، اقول لك على اكبر مشكله بتقابلنا دلوقتي. ايوه، انا كان عندنا في الستينات والسبعينات كان المعلم ما ينفعش ياخد كتاب خارجي داخل الفصل. كان لازم يبقى ملتزم بالكتاب المدرسي المدرسيه. والكتاب الخارجي ده الطلب حر فيه بر. ولما كان المعلم يشرح لازم يقول صفحه كذا. كانت فيها ايه الميزه دي؟ كان توحيد الصف، توحيد الفكر، مفيش تشتت. بقى المعلم بيشتغل بخطه الدوله، مش بيشرد الكتاب، عامل له انضباط. لما جت في الفتره الاخيره المعلمين بقى بداوا ياخدوا كتب خارجيه، ويل ويل الطالب بقى متلخبط، هو انا اذاكر من ده؟ هو الامتحان بيجي منين؟ اللي مضايقنا دلوقتي ان في مواد تعليميه الكترونيه، كل معلم عاوز يعمل مواد تعليميه الكترونيه لوحده. وانا هعمل عليهم انضباط ازاي؟ انا مش هقعد اجري ورا كل واحد. انا عندي مثلا 2 مليون معلم بينزلوا النهارده على السوشيال ميديا مناهج تعليميه. ايوه، طب انا اقرها ازاي كوزاره؟ عمليه لازم يبقى فيه بقى فكره ضوابط، لازم ضوابط، والضوابط النفسيه واللي فيها الضمير والاخلاقيات اهم كمان من ضوابط الدوله طبعا. يعني واخد بال حضرتك، لازم الواحد يبقى فاهم وبالعلم برضه. فاحنا محتاجين بس انه حد هيعلم الناس، سواء في الدين او في الحساب او في الرياضه، لازم يبقى عنده منهج ومقرر ومعتمد من الوزاره. فزي الموضة اللي طلعت ان كل معلم يبدا يعمل ورق، والولاد يذاكروا الورق ويسيبوا الكتاب. أيوة، دي كانت اكبر مشكله. ليه؟ لانه يقعد يختصر لحد ما يقول له ايه، هم دول اللي هيجي في الامتحان ما تذاكرش غيرهم. فانا محتاجين، اعتقد النظام الجديد بيلغي تماما الموضوع ده. الايه؟ النظام الجديد في التعليم او في الامتحانات او في اللي شاهدناه في خلال امتحانات الثانويه العامه السنه دي، بيلغي تماما موضوع الملازم اللي المدرسين بيدوها للطلبه ويذاكروا منها. خليني اقول لك برسي انه برضه هي ما اتلغتش، والوزاره عملت مجهود كبير، والمعلمين مصرين ان هم وجها لوجه مع الطلاب ومع اولياء الامور. وبيثقوا في بعض اكتر من احنا يعني، معلش يعني يعني اولياء الامر والمعلم بيثقوا في بعض اكتر من اللازم، وده حاجه ظاهره مش صحيه. لازم يبقى في مناخ ثقه، بس مش بدرجه اللي عايزه هو اللي بيمشي. ايوه يعني، واخد بالك؟ والمعلم ده اساسا تبع الدوله، والمعلم ده تبع التعليم، ودول تبع التعلم. فما ينفعش ده يسلخ نفسه ويشتغل مع ده لوحديهم. لازم انا اتاكد، ولازم كمان الاسر يكون عندها وعي بفكرة احنا عايزين ابننا يبقى متعلم، مش فقط مجرد شهادة. فده احنا عايزين نعزز الوعي ده، هو موجود وكل حاجة، ونعزز كمان دور خبراء المناهج.
يعني خبراء المناهج. احنا دلوقتي ملتزمين مثلا في الثانويه العامه بمنهج معين او في الشهاده الاعداديه او الشهاده الابتدائيه بمنهج معين. ازاي المعلمين او اللي بيدوا دروس خصوصيه بيخرجوا عن هذا المنهج؟ شوف حضرتك، خبراء المناهج مش لازم يبقى عددهم كبير، لان هم بيعملوا المناهج وبيحطوا المواصفات وناس تانية اللي هي المدرسين واولياء الامور بينفذوا الكلام ده. احنا محتاجين الوعي بأهمية التعليم. يعني لازم عندنا برامج في الإعلام والوزارات انه أهمية التعليم، مش أهمية الامتحان والدرجات في الامتحان وأهمية الكل. مفيش النهاردة كلية أحسن من كلية، واخد بالك؟ وكان المفهوم بتاع زمان ده خلاص، حتى الولاد نفسهم ما عادش الناس كلها بتتمسك بالطب زي الأول أو يتمنى. ما عادش حد بيتمسك زي زمان بالهندسة زي أو يتمنى. فأنا عايز اللي هينجح المنظومة بتاع التعليم الإلكتروني أو غيره هو الوئام، هو الاتفاق. مينفعش أساساً أنه يحصل خلاف ما بين الوزارة والمعلمين. مينفعش المعلم يختصم الوزارة والوزير، ده احنا تبع بعض، ولا الوزير يختصم المعلمين. مينفعش ولي الأمر يبقى طول ما هو بيتكلم بينقد المعلم وخد منا الفلوس وعمل كذا. الأسرة ليها دور كبير، مش الدولة ولا وزارة التعليم أو المعلم فقط، لكن الأسرة كمان ليها دور كبير جدا، هي والطالب في عملية التحول الرقمي في مجال التعليم، وإزاي يقدروا يحفزوا ولادهم على إن هم يحبوا التعليم ويحبوه بتقدمه وباستخدام التكنولوجيا فيه طبعاً في الوقت الحالي. طبعا طبعا. بص، شوف حضرتك، الأسرة الأب والأم لما بيختلفوا ما ينفعش يعاتبوا بعض قدام الأطفال. فأنا عايز نوصل للحكاية دي، أنه المعلم والإدارة العليا للوزارات لما يكون في بينهم خلاف ما يصحش أن يبقى ده على الملأ، لأنه في أطفال. لما يكون الأسرة زعلانة من معلم معين عشان بيضغط على الولاد للدروس او الغيره، وما يقولش الكلام ده قدام الطفل. ليه؟ لان الطفل هيتاثر. وبعدين انا اقول لك على حاجه برضو، عشان الكلام لزمايلي المعلمين دول، انا واحد منهم يعني. سواء في الجامعه او في المدارس انا واحد منهم. احنا بنشوف مدارس لما بيكون مدرسه منضبطه وفيها شغل والاداره كويسه والمدرسين بيشتغلوا، بنلاقي ما فيش سنترز ودروس خصوصيه كتير. يعني دروس الخصوصيه والسنترز دي نتجت من ضعف المنظومه التعليميه، مش هم المتفوقين، الطلبه المتفوقين فيهم بتبقى نسبتها اعلى. ما هو لازم لسبب، لانه اساسا انت عندك 92% من المدارس مدارس حكوميه. فالطبيعي المتفوقين هيبقوا اكتر من المدارس الحكوميه. لكن انا بتكلم على فكره الاداره والاخلاص والتفكير في المصلحه العامه، هي اللي هتحارب الظواهر السلبيه، سواء دروس خصوصيه أو انا مش عايز، يعني انا اصلي عايز اقول برضو في الاخر، الدروس الخصوصيه والسنترز ما نشأوش غير في مناخ ضعف التعليم. ايوه، لكن لو التعليم قوي الولد مش هياخد درس. وبعدين مناخ التخويف بقى اللي احنا بنشتغل عليه. وبعدين برضو المعلم لازم يطور نفسه، وبرضو احنا كوزارات لازم نبقى حريصين ان احنا نطوره. ما مش ممكن المعلم هيدنه زي ما هو كده وانت عايز منتج تاني. لا طبعا. فيعني لازم يواكب التقدم اللي بيحصل في العصر اللي احنا عايشين فيه. في كمان حاجه مهمه جدا عايز اقولها لك واقولها لزمايل المعلمين. الكمبيوتر عمره ما هيلغي دور المعلم اطلاقا، بالعكس ده هو عمل فرص عمل اكتر. يعني احنا عندنا انتاج المواد التعليميه الالكترونيه الاسعار بتاعتها كويسه. ودور في ادوار جديده للمعلم، هو كل موضوع بس انه يشتغل يحسن مهاراته. ما ينفعش لحد دلوقتي معلم ما عندوش كمبيوتر. ما ينفعش معلم حتى الان ما يعرفش يعمل برزنتيشن، ما يعرفش معلم دلوقتي انه يبقى، يعني مهارات الطفل لما تكون اكتر معلم من المعلم مش مشكله. ده طبيعي، ده جيله ودي الاجهزه بتاعته. لكن لازم عندي مهاره انتاج ماده تعليميه. ايوه، الماده التعليميه لما بننتجها بيبقى لها ستاندرد، معايير. لازم احط ايه وما ازودش عن ايه ومقدمه تساوي كام وكلام ده. فدي مهمه جدا، لازم الناس تفهم، المعلمين والاولياء الامور، المعلم لازم يعرف انه الكمبيوتر مش هيلغيه. ايوه،
ولي الامر لازم يعرف انه الكليه مش هتنجح ابنك، فهم ابنك للتعليم وتعليمه كويس هتنجحه في اي مجال. لا ومش تعليمه كويس كمان ان هو يقدر يستخدم كل الوسائل اللي احنا اتكلمنا عنها دي علشان يقدر يبقى متفوق مش متعلم فقط. طيب خليني برضه اقول لحضرتك حاجه عشان نوصل للتفوق اللي بتتكلمي عنه. انا عايز اتكلم دلوقتي بس باستفاضه شويه كده. اتفضل. عن دور الاسره في منظومه التعليم الالكتروني. لازم يكون الاسره لها دور داعم لاطفالها، مش عايز اقول كلمه رقابي عشان ما يفكرش ان احنا بنتسلط. لكن دو نوع من انواع المتابعه. المونيتورنج، يعني انا بتابع ابني بيستخدم الكمبيوتر كم ساعه في اليوم، وهل الكلام ده مسموح لكم ساعه ولا لازم يكون، يعني انا يهمني قوي ان الطفل يكون قاعد ازاي عشان ما يحصلوش عقب في جسمه. ولازم يهمني انه ما يزودش عن 45 دقيقه قدام الشاشه ويقوم يغير 5 دقائق ويرجع. ويهمني انه يكونش مشتت نفسه ما بين 100 بلاتفورم عمال يبص على مدرس ده شويه ده شويه ده شويه. ايوه يعني انا هجيب 5-6 كتب في اللغه العربيه اعمل بيهم ايه؟ هو كتاب واحد انا اخترته هشتغل عليه، مش كل شويه هقرا من هنا شويه. ايوه يهمني انه اشوف اقيس ازاي مستوى تحصيل ابني في البيت. يهمني ان التابلت اللي في ايد ابني او الموبايل او الكمبيوتر اشاركه واشوفه ده يعني مش عايزها تبقى اداره تسلطيه. انا عايز يبقى ود ما بين الام وما بين الاب وابنه، والام بصفه خاصه هي اللي قاعده في البيت. لان هي بتقعد اكتر وقت مع الاطفال. يعني عندي واحد بيحكي لي بيقول لي لا انا مش عارف، البنت طول السنه بتذاكر وهي قاعده بتكلمني، وما اعرفش ازاي جابت 57% في الثانويه العامه وهي طول السنه بتذاكر اكتر من فلان فلان. قلت له هي قاعده قدامك، انا بقول لك ما كانتش بتذاكر. قال لي لا ده كانت قاعده، وقلت له النهار على التابلت، وقعد يبدا ينقد في التابلت وفي الوزير بقى هو السبب. قلت له لا بنتك ما كانتش بتذاكر. هي قاعده قدامك وانا هكلمها، مش انت كنت عملت لها نوع من انواع المصارحه. مش انت كنت بتشوف في اليوتيوب كذا وكنت بتشوف في الفيسبوك كذا؟ قالت لي وكان معظم الوقت لو قسنا كنت بتذاكري ولا مشغوله؟ قالت لا يعني بذاكر مع زمايلي بس بنتفرع وبنعمل. ففكره انه الطفل يقعد على التابلت او على الكمبيوتر ومن غير رقابه برضه هو طفل. الحاجات بتشده طبعا. وبعدين وما اكثرها بقى، يعني احنا ككبار الواحد بينكسف، وانا قاعد بشتغل على الويب سايت على جالي اعلان مخل مثلا. فازاي انا هسيب ابني قدام الخلل ده وفي الاخر الاقيه بيتكلم كلام مش فاهم معناه وبيعمل حركات مش فاهم معناها؟ ايوه وانا اللي اساسا مشغول اكتر من اللازم. يعني انت معايا حضرتك؟ أيوة. دور الام في البيت كدور اقبلوه مني رقابي في غايه الاهميه. ايوه في غايه الاهميه. برضو النقطة اللي عايز اتكلم عنها النهارده بقت في الفصول الافتراضية، لأن دي بقت ضرورة بالنسبة لنا. يعني كورونا النهارده بقت من غصب عننا بتخلي الأطفال في البيوت وازاي يتواصلوا مع المعلم. في برامج كتير جدا بتاع الوزارة أو مش بتاع الوزارة، في حاجات فري فيها إمكانية إنه الإيميل بتاع الطالب هو بيبقى متسجل عند المدرس وبيديهم مواعيد المحاضرة. أيوه وبعدين بيدخل بيبقى عنده شاشة كده فيها كل صور الولاد، يقدر يشوف صورهم وهم قاعدين وبيتناقشوا، يقدر يفتح الواحد يتكلم ويقفل على الباقي، يقدر يوريهم يفرجهم على مقاطع فيديو، يقدر يفرجهم على برزنتيشن، يقدر يتناقش معاهم، يقدر يعمل وده امتحانات. وده بالفعل بيحصل دلوقتي سواء مع الطلبة الصغيرين قوي اللي هم في كيجي أو في مرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. بالفعل السنة اللي فاتت خاصة بعد جائحة فيروس كورونا. بص حضرتك هو بيحصل، بس أنا دايما كراجل بيشتغل في التعليم ونظم التعليم أنا ما ببصش على اللي بيحصل. أنا بص على ما بيحصلش. فلما بيحصلش كتير. أيوه. يعني أنا دايما بحاول بحكم إن جايز تكون المدارس اللي أنا تعاملت معاها واشتغلت فيها واحفادي فيها واولادي كانوا فيها مدارس انترناشونال ومدارس خاصه ممكن يكون فيها الكلام ده. لكن لما بنزل لمستوى المدارس الحكوميه والزحمه والامكانيات ومفيش انترنت، فانا كراجل مسؤول انا ببص على ما بيحصلش مش اللي بيحصل. عشان اعرف اصلح.
فانا مش عايز ابص على الشريحه معلش يا دكتور، هو يمكن حضرتك بتتكلم في النقطه دي، هو في جزء منها كبير قوي صح، ان المدارس الحكوميه فيها فئات كتير قوي ممكن تكون مش قادره تعمل ده، لان فيهم فئات ما عندهمش الامكانيات لده خالص. صحيح. فهم وممكن تكون الاسره بس هي مش قصة غير متعلمه بقى. بس هي مش قصه امكانيات، لانه امكانيات التكنولوجيا رخيصه. لان احنا عملنا احصائيه كده وسيرفي عشان نشوف الاطفال اللي في ايديها الموبايلات اللي تسمح بالخدمه التعليميه، لان كل تقريبا 99% من الاولاد معاهم الموبايلات دي، واللي ما معاهمش بيتصرف من تليفون مامته وتليفون باباه. يعني حتى لو معهوش تابلت، حتى لو التابلت عطلان، فدي ما هيش. والولاد عندهم هي المشكلة، ان الادارة سواء بتاع المعلم او البيت هتقول له انت شغال مع الوزارة ولا سايباه برضه براحته. او معلم يكون مش مقتنع بالكلام ده ولسه عاوز يقول لهم لا احنا اتعلمنا بالطريقة دي. واللي انا بقوله دي نماذج، حتى لو كانت صغيرة ما ينفعش، لانه قدامه عدد كبير من الاطفال. فهي الفكرة انه الوزارة، شوفي يمكن انا بس عشان قريب شوية وعارف، الدولة والوزارة عاملين مجهود كبير جدا، واحنا مضيعين وقتنا في المناقشات. ومضيعين وقتنا، يعني احنا عندنا النهاردة تخيلي انه اولياء الامور وخصوصا الامهات بقوا بيبقوا مشكلوا ضغوط كبيرة جدا في دعم اتخاذ القرار. شوف كده لما يبقى قرار صح نقول لا الامهات مش هتوافق. يعني وده ما تقدرش تقعد كل شوية في صراع وحرب. فاحنا برضو مش عايزين الناس تتدخل في منطقة مش بتاعتها. يعني انت احسن المنطقة بتاعتك واعمل دورك كويس، وده دور الوزير خلاص، ملوش لازمة انك انت تاخد مسؤولية اكبر شوية. يعني ده دور الدولة. والدولة عملت، لازم الناس تزعل من داخلها انه ازاي بقى التابلت والدولة صرفت واحنا ما استخدموش. لازم الناس تزعل من داخلها انه ازاي ضيع 4 ساعات من غير ما ابني يتعلم. لازم الناس تأنب نفسها من الداخل انه الاموال دي خسارة وغيرنا محتاجها. لازم الناس تعرف ان احنا هنتحاسب في الاخر مع ربنا على الوقت وعلى الحاجات اللي لازم الحس ده يا جماعة مش شعارات. لازم انا ربي عايز تكسب يا ابنك، ربي فيه الحتة دي ان هو يشعر باللي حواليه، يشعر بقيمة الشجرة ويشعر بقيمة الام ويشعر بقيمة الحيوان. اغرسي فيه مجموعة من القيم والمبادئ اللي هيكبر عليها، وبالتالي هو كمان هيعلم ولاده وولاد ولاده. صحيح. وحب التعلم. وحب التعلم بالظبط. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك الدكتور عماد الشرقاوي، استاذ تكنولوجيا المعلومات ومدير مركز التعليم الالكتروني، وايضا عضو اللجنة الاستشارية الرئاسية لتطوير التعليم. حضرتك شرفتنا على شاشة النيل الاخبار. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم. الاسبوع القادم حلقة جديدة، الى اللقاء.